يعني شو مالها؟ جناحها مكسور. كسر؟ بالطرش. وين مسكتها؟ بعمويا. بعمويا؟ مطمط مطمط. طلع معها عينيها. والله جنة. طلع عينيها حمر. دكتورة. الريشتين ما أحلاه. شوف ولا والله كسر شكلها ضارب بإشي. استنى شوف. تعالج؟ طيب تحاول تطير. مكسور شايف؟ آه. من هين مكسور. ومن الامتار من وين مكسور؟ من عند العرق. من اخر شيء فعلا طالع كسر. مسكينة. تعرف جناحها؟ لحظة. شكلها. مكسور من اخره مسكينة. بس شو كسره هذا؟ شكله باكلي ضربة فيه. وال هاي شايف بين الجروح. بس شو اللي كسره؟ معقول مهاجمها اشي؟ هاجم عليها اشي؟ من عمواس هاي من بلدنا. جايبها. هاي بدها دواء ابراهيم. شطورة. شو محلاها طلع لكلنا. طلع غاد. خفيش خفيش. لازم نربط لها اياه ونحط لها دواء. تعال نشوف. في عندنا التهاب قوي. جناحها مكسور من اخر المشكلة صعب. فبدنا نعطيها مضاد حيوي. شافوا الالتهاب؟ بس ايش خمش هالبومة هاي؟ ابصر شو قصتها. عشان ما زدش الالتهاب معه. شطورة انت. تشبه البوم الابيض راس الكلب صح؟ البوم الابيض طلع يعني نفس راس الكلب. محل الكرون طلعت. شوف لك عشان ما تتحركش اكم من يوم بكرتونه هيك شيء حطها ماشي.